وخلال متابعته الموقف التنفيذي لخطة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية وكذلك الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر.